على مرمى نادي أهلي الخليل في مباراة ينتظر ومن المتوقع في كرة القدم. عارفين تماما بأن الهجوم هو أول المدافعين أو خط الهجوم وخط الدفاع الأول عن مرمى الفريق. وفادي زيدان يستلم يعود الآن لفادي دويك. الأهلي يلعب اليوم بغياب اللاعب طبعا عبد الله جابر اللاعب الدولي حرمه من المشاركة اليوم, ويغيب عنه أيضا اللاعب اللعبة الأمامية لكن تدخل دون حلمان بيترك الأيمن خربط عالي من أيمن واللعبة أوه هي ساترة على اللعبة الأولى. يا الله كيف مرت اللعبة الأخيرة على مرمى بلاطة. في ندرة على مستوى هذا المركز, الظهير الأيسر كمان في ندرة, اليمين كمان هايل عنده في الدفاع, شلاطة في اليسار مثل ما قلنا. أي نعم مراد بميزر في اليمين, فادي لدويك ومحمد صالح قلب دفاع, وحاليا في وسط الميدان محمد في هذا الموسم 9 أهداف بينما دخل مرمى 6 أهداف 9 أهداف يعني كرر من إيقافات. عانى كمان من غياب لظروف خاصة لمدافعي, والآن فادي يا سلام فادي يا سلام فادي وخطأ لكن بيخلص هذه المرة اللي هو إبراهيم الحبيبي بيلعب الكرة الأمامية الطولية أو خطيرة 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 جول 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 جول. الأهلي يضرب بسلاح المرتدات هذه المرة, يستفيد من خطأ دفاعي كبير. فادي زيدان يمر من حارس المرمى بامتياز كبير ويسجل أول أهداف هذه المباراة. 1-0 1-0 للمارد الأحمر بامتياز كبير. انطلق اللي هو اللاعب فادي زيدان عائد من الإصابة يسجل هدفه الثاني في المباراة الثانية تواليا, هدف في مرمى الهلال, هدف في مرمى الآن بلاطة. 50 من القرن الماضي فريق ولا زال من بين أعرق الفرق الفلسطينية نادي مركز بلاطة, وكان ولا زال أيضا بيعاني شوي كان رافع إيده. شوف هذا هو فادي زيدان يبدو أنه بيعاني من إصابة على مستوى العضلة, وآب يطلب تبديل اللي هو فادي زيدان. مرت على أبو حبيب خلصت, فادي بيلعب, فادي لساته بيلعب على إصابته. لعب بلاطة بيجري تبديل الأول دخول اللاعب أحمد مساعد بدلا من الحوتري. مساعد بقدم اليسرى بخبرته العالية ممكن يكون حل هجومي كمان الآن لبلاطة. خروج إذن لفادي زيدان تبديل ثاني للأهلي أيضا اضطراري بعد خروج ضيف الله الإصابة. يخرج فادي زيدان صاحب الهدف الوحيد في المباراة, يدخل بدلا من لاعب آخر كبير مميز.